وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أكد أنه لا بد أن يكون النواب متفرغين للعمل بمجلسي النواب والشيوخ. خلينا نتكلم على التفرغ الأول، هو على عضو مجلس النواب طبعا ان هو يتفرغ لعدود مجلس النواب من خلال ممارستنا للحياة السياسية وللدور التشريعي اللي احنا يعني تقريبا قعدنا فيه فترة كبيرة جدا جوه المجلس. انا يعني من رأيي المتواضع ان هو لازم عضو مجلس النواب يكون متفرغ لدائرته. ليه؟ احنا الدائرة النهاردة بتعدي يعني مش الأصوات بس، يعني بتكلم على عدد أعضاء، عدد الناس اللي في الدائرة كلهم بيعدي النهاردة بتعدي 1 مليون و2 مليون. النهارده لما ابقى متفرغ هقدر افضل الناس، وكمان مش هقدر الحق عليهم، يعني دي كتير جدا وطلبات الناس كتير جدا وخدماتهم كتيره جدا. انما لما يكون معايا شغل تاني جنب عضويه مجلس النواب دي طبعا مش هتخليني اقدر اسعف قدر كبير من الناس ان انا اقدر اخدمهم خلال ال5 سنين اللي بكون فيهم تحت قبه البرلمان في مجلس النواب. بالنسبه للشق الثاني من السؤال اللي هو عدد اعضاء مجلس النواب، برضو من رايي ان عدد اعضاء مجلس النواب والشيوخ كمان كويس، ان الشيوخ يعني ابتدى يعني اول دوره للشيوخ بعد فتره عدم تواجده الفتره اللي فاتت دي من حتى من قبل الثوره. دي طبعا حاجه محترمه جدا ان يكون في الشيوخ يساعد النواب في اتخاذ القرارات وتشريع القوانين. ولكن عدد اعضاء مجلس النواب النهارده 600 في مجلس النواب و300 في مجلس الشيوخ، ده برضه غير كافي في الشارع المصري. عدد السكان بيتذاهب بشكل كبير جدا، احنا كنا من حوالي 5 سنين حاجه و90 مليون، دلوقتي وصلنا 105 مليون، بكره هيبقى في عدد كتير جديد، بعده في عدد جديد. يبقى لازم النهارده اعضاء مجلس النواب عشان يقدروا على الاقل يكفوا جزء كبير من دايرتهم لازم مش اقل من 1000 نائب، وده طبعا اللي اتعمل حسابه في المشروع الجديد اللي هو انشاء مبنى مجلس النواب بالعاصمه الاداريه لسياده الرئيس يهتم بيه شخصيا. دي حاجه محترمه جدا، في هناك اكتر من 1000 كرسي تقريبا، فانا اتمنى ان يكون في تعديل طبعا، وده اللي بيتم مناقشته جوه اللي ناقشناه جوه دلوقتي في الحوار. اتمنى ان ده يتحط على الساحه ويتحط نصب اعين المسؤولين ان لازم عدد اعضاء مجلس النواب والشيوخ يزيد عشان يقدر يكفي التعداد السكاني بتاع مصر واللي جاي كمان مش دلوقتي بس.